الزائر لحي غارتطين 2 با يقف على حجم المعاناة التي يعيشها سكان هذا الحي دون كهرباء ولا غاز ولا قنوات الصرف الصحي، ناهيك عن التهيئة المنعدمة تماما. احنا رانا استفدنا من قطع الأراضي هنا في عامر دو من 2009 وما زرنا نعانو لا تريسيتي لا ماء لا غاز. أبسط متطلبات العيش الكريم يفتقدها هؤلاء الساكنة في هذا النسيج العمراني المترامي الأطراف بحي الشيخ عامر 2، وقد سئموا على مدار هذه السنوات من الوعود التي باتت بالنسبة لهم لا تسمن ولا تغني من جوع. شوف رانا جايبين تريسيتي، كابل تاع تريسيتي هاوليكم الشومبرا هذيك 300 متر. تريسيتي على 380. هنا قدر غدوة يطيح الكابل على كاش واحد يتحرق. يقول لك ما عندكش حق حتى الوقت نستناو هكذا. بناء على شكاوى المواطنين، يعني هذا المشروع مشروع قطاعي، نطلب من السيد الوالي التدخل من اجل مساعده هذه السكان. حقيقه الناس تعاني في صمت رهيب. نتمنى ان هذا المشروع ان يسجل في المشاريع القطاعيه القادمه ان شاء الله، ويتدخل السيد الوالي المحترم من اجل يعني فك الغبن على سكان بلديه بريان ان شاء الله وسكان حي الشيخ عامر. المعاناة يتقاسمها سكان الحي ويناشدون السلطات الولائية زيارة حيهم لا أكثر، كما نشير إلى تسجيل حالات الإصابة بداء الأشمانية الجلدية نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي بالحي.